تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صباحكم الله بالخير مستمعينا الأعزاء، وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج إن شاء الله مثل ما عودناكم بنتطرق لأمور طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويسعدنا استقبال استفساراتكم مداخلاتكم واقتراحاتكم على أرقام البرنامج ويانا. أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد نور نزال، في التنسيق مير المري، في الإخراج أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير جميعا، محدثتكم الدكتورة عاش البسطي. اليوم مواضيعنا متنوعة وعندنا مواضيع شيقة وجميلة مثل ما عودناكم. أذكركم برقم التواصل 600-551-414، رسائل النصية على 4006، وحياكم الله. طبعاً بالنسبة لمواضيعنا مثل ما عودناكم بتكون فقراتنا التوعوية وفقرات عنا ضيوف البرنامج ومواضيع مثل ما عودناكم شيقة وجميلة. اليوم عنا في فقرتنا التوعوية موضوعنا جداً مهم وبنتكلم عن الأوميغا وأهميته، وبالنسبة لفقرتنا الثانية بتكون عن عيادة مميزة يمكن كثير من الناس ما تعرف عنها وفي ناس عارفين عنها، بس بنتكلم عن عيادة النوم. اليوم عندنا وعندنا ضيفنا الدكتور مميز صراحة دكتور حسان إن شاء الله في الفقرة الثانية، بس حبيت أخبركم بالضبط اليوم فقراتنا شو بتكون أساس اللي حاب يسمع أكثر وأكثر وأحمسكم بالنسبة للفقرات. الفقرة الأخيرة إن شاء الله بتكون نقل مباشر عن ملتقى لألزهايمر، اليوم إن شاء الله بنتحدث عنه أكثر وأكثر. فقرتنا الأولى بتكون بخصوص الفقرة التوعوية مثل ما عودناكم، وهي فقرتنا التغذوية وبنتكلم أكثر عن فوائد الأوميغا. طبعا الحين الناس بتدت تتعرف على شيء قبل ما تأخذه، تقرأ أكثر عنه قبل ما تأخذه، فيفضل أن الواحد يأخذ كل هالمعلومات من أشخاص ثقة، من أشخاص مختصين بهالمجال، ما أدور في أي مكان وأخذ المعلومة وأطبقها. طبعا الأوميغا طبعا له فوائد كثيرة يمكن تخفى على كثيرين، فاليوم بنتكلم إن شاء الله أكثر عن فوائد الأوميغا 3 ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة عرين رشيد. صبحت الله بالخير أستاذة عرين. صباح النور وصباح صباح النور على الجميع ويعطيكم العافية يا رب. اليوم احنا طبعا زي ما حضرتك تفضلت حنحكي عن الأوميغا 3. نعم. وهي تعتبر من الأحماض الدهنية الغير مشبعة وذات أهمية عالية جدا. لماذا؟ لأنها تدخل في تركيبة أغشية الخلايا والعديد من التفاعلات الأيضية. صحيح. هلا من مصادر، طبعا بعض الناس ممكن تقول لك يعني مصادر الأوميغا 3 صح إنه كتير ناس تعرف وين موجودة. نعم. ولكن أهمية وجودها في الأكل جدا عالية. نعم. مثل الأسماك، والحمد لله نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة الأسماك ما شاء الله متوفرة دائما. صحيح. خلال السنة كاملة، ومن أهم هذه الأسماك طبعا اللي غنية بالأوميغا 3 هي السلمون والسردين والتونة. نعم. طبعا ينصح طبعا البعض بتناول الأسماك مرتين في الأسبوع للحصول على كمية كافية من الأوميغا 3، كما أن الأوميغا 3 كمان تتواجد في الزيوت النباتية. نعم. مثل الجوز واللوز وزيت الزيتون وبذور الكتان وحبوب فول الصويا. نعم. وأيضا ممكن إذا في بعض الناس ممكن لا يفضل تناول أنواع الأغذية اللي حكينا عنها. صحيح. يمكنكم الحصول عليها بواسطة التناول طبعا اللي هي السبليمنت اللي بنسميها إحنا الحبوب. نعم. المكمل الغذائي. مكمل غذائي. صحيح. هلا من فوائد طبعا الأوميغا 3 جدا عديدة، وسبحان الله إلها يعني زي ما بقوله زي
شو بسموها اللي هو يعني تحسين في صحة القلب وعلاج ضغط الدم المرتفع. نعم. ليش؟ بسبب ماذا؟ بسبب طبعا الدهون زي ما احنا حكينا هي أحماض دهنية. نعم. وغير مشبعة، لأن الأحماض الدهنية المشبعة هي اللي بتعمل لنا مشاكل في زيادة الكوليسترول وزيادة ضغط الدم وتصلب الشرايين. صحيح، وشكرا لذكرك لهذه النقطة، لأن كثير من الناس يعني يستغربون، يعني تتكلمون عن الأحماض الدهنية، تتكلمون عن دهون صحية للجسم، بس الدهون مثل ما الجميع عارف أن يعني مثل ارتفاع الكوليسترول وهالأشياء، وتعطونا أدوية عليها. فشكرا لك أنك ذكرتي هذه النقطة بالذات. عندنا كمان التحكم في مرض السكري. نعم. طبعا ممكن تسأليني كيف يتحكم بمرض السكري. طبعا هو طبعا عندنا مشكلة في مرضى السكري، عندهم ارتفاع عادة مستويات الدهون الثلاثية. صحيح. وانخفاض أيضا بمستويات الكوليسترول النافع اللي هو الـ HDL. نعم. في الجسم. فالأوميجا 3 تساعد على تقليل مستويات الدهون الثلاثية مع زيادة مستويات الكوليسترول النافع الـ HDL. نعم. بهذه الشكل احنا بنحاول انه نحل مشكله معينه عند مرضى السكري اللي هي من ناحيه الدهون. ايضا حمايه طبعا من الام والتهابات العضلات، لانه بعض الاشخاص بيكون عندهم مشاكل في تصلب العضلات او التهابات معينه في الجسم. فايضا الاحماض الدهنيه المتواجده في الاوميجا 3 تساعد بخواصة طبعا، تساعد على مضادات الالتهابات، تساعد على حماية الجسم من هذه الآلام. ممتاز. وأيضا الأوميجا 3 ما شاء الله عندها كتير نوافع، كمان تحسين حالة الدماغ. طبعا احنا ذكرنا انه الأوميجا 3 متواجدة في الزيوت النباتية زي الجوز واللوز. صحيح. وهدول هذه المصادر الغذائية كمان تساعد على تنشيط خلايا الدماغ وتحفيز طبعا النواقل العصبية. لذلك دائما ننصح انه ناكل الجوز واللوز، خصوصا لطلاب المدارس لانهم وطلاب الجامعات بيساعدهم على التركيز وتحفيز الدماغ، يعني خصوصا فترة الصباحية يعني وقت المحاضرات او الدروس بتساعدهم على انهم يستوعبوا اكثر ويقدروا ياخذوا يعني المعلومات بطريقة سهلة كثير، وحتى تركيزهم يكون اكثر خاصة فترة الامتحانات. صحيح صحيح. وتعمل طبعا الأوميجا 3 على مكافحة علامات الشيخوخة واضطرابات النمو. نعم. كما تعمل على يعني أكثر إشي على تحسين الصحة العامة للمرأة. نعم. وبحب طبعا أختم الموضوع بأنه التوصيات، أنه طبعا توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول 500 ل 1000 ملي جرام في اليوم من الأوميجا 3 أو ما يعادل سمكتين في الأسبوع، بالإضافة إلى إدخال أنواع الأطعمة الأخرى الغنية طبعاً بالأوميجا 3. نعم، ممتاز ممتاز. أستاذ عرين، كلمة أخيرة توجهينها لمستمعينا الكرام خلال برنامج وخصوصا الأوميجا 3. طبعاً نحن بننصح دائماً كدائماً إحنا بننصح في الطبق الصحي. نعم. طبعاً ما ننسى إنه كل المجموعات الغذائية إلها تأثير في الجسم وإلها منفعة وإلها وظيفة. صحيح. من ضمنها الأوميجا 3 طبعاً يعتبر من المصادر زي ما حكينا البروتينية الموجودة في الأسماك والنباتات طبعاً اللي زي الجوز واللوز. نعم. التنويع بشكل عام من المجموعات الغذائية دائما بيساعدك انك تاخذ يعني يصير عندك صحتك افضل، لا تصاب باي نقص من نواقص الفيتامينات او المعادن التي تحتاجها خلال اليوم. فدائما ننصح انه التنويع بيكون افضل دائما خلال اليوم وبكثره، يعني انه يعني بعد عن الاشياء طبعا الغير صحيه زي الأشياء المشبعة الدهون المشبعة، لأنه ما فيها فائدة. صحيح. يعني لا تحتوي أبدا على فائدة تغذوية لجسمك. صحيح. فعشان هيك يفضل دائما أنه ننوع، ومن ضمنها تكون الأوميجا 3 لأنها أوريدي متواجدة في الأسماك والنباتات طبعا زي ما حكينا الزيوت النباتية زي اللي في الجوز واللوز والحبوب الفول الصويا. صحيح، والمصادر اللي ذكرتيها في متناول الجميع الحمد لله، ومتوفرة تقريبا يعني في معظم الأماكن. صحيح. متواجدة. ومتواجدة. صحيح. ومقارنة بالفوائد كذلك اللي ذكرتيها أستاذ عرين، يعني فوائد كثيرة للأوميجا 3 والأشياء اللي ونحتاج شيء بسيط اللي هو 500 ملي جرام في اليوم، يعني شيء بسيط يقدر الواحد يعني جداً. أي وله فوائد كثيرة كذلك على الجسم.
صحيح. أستاذة عرين رشيد، أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لك. مستمعينا، مثل ما تحدثنا في بخصوص فوائد الأوميغا 3 تواجده في معظم أو أشياء كثيرة متنوعة، وحتى اللي ما يقدر أو عنده حساسية من هذه الأشياء يقدر يستبدله بمكمل غذائي اللي هو الأوميغا 3، وفوائد اللي ذكرتها الأستاذة عرين لنا في هذه الفقرة. حين طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم فقرة كذلك مميزة، بنتكلم عن خدمات عيادة النوم، وبيكون ويانا الدكتور حسان حريري. خلكم ويانا طالعين فاصل أرادي. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل ويانا 600551414، الرسائل النصية على 4006. حياكم الله. عندنا سؤال ورد خلال الرسائل النصية يقول: السلام عليكم، سنين ناخذ الأوميغا 3 لتخفيض الدهون الثلاثية بس ما في فائدة. ما بالقصد أني أخذ أوميغا 3 كعلاج للدهون الثلاثية، هو يساعد على تخفيض الدهون الثلاثية بس ما بهو العلاج للدهون الثلاثية، لأن في أدوية ثانية نستخدمها، الأدوية هاي متخصصة بتنزيل الدهون تخفيضها، وخاصة في نوعيات معينة تخفض الدهون الثلاثية. ثاني شيء، حتى لو أنا أخذ الدواء أو أخذ المكمل الغذائي اللي هو الأوميغا 3، الأكل يلعب دور كبير، حتى الحياة كاملة تلعب دور كبير. أمارس الرياضة حتى لو مشي بسيط ولا لا، نوعية أكلي وايد تأثر وايد. يعني حتى لو أخذ الدواء وأخذ الأوميغا 3 وأنا أكلي كله دهون وزيوت وأكلي وايد دسم ويحتوي على الدهون الثانية المشبعة، يعني ما بيعطيني المفعول نفس ما يعطيني إذا أنا ابتديت أقلل، أوازن في حياتي، أمارس الرياضة وأخذ الأدوية اللي تساعد على تنزيل الدهون. الأوميغا 3 يساعد على تخفيض الدهون أكثر من أنه هو يخفض الدهون بروحه. فإذا كانت الدهون الثلاثية عالية، الدهون عالية مصاحبة بأمراض سكر، أمراض ضغط، بعد الواحد يحتاج أنه يتابع مع طبيبة، فاحتمالية كبيرة يحتاج الشخص ما بس للأوميغا 3، يحتاج لدواء علاجي لتخفيض هذه الدهون. هذا بالنسبة للسؤال اللي وردنا عبر الرسائل النصية. نرجع لموضوع فقرتنا الثانية واللي بنتكلم فيها عن خدمات عيادة النوم، ويانا اليوم في الاستوديو الدكتور حسان الحريري، رئيس قسم مختبر النوم وبرنامج أبحاث النوم في هيئة الصحة في دبي، وبيحدثنا إن شاء الله عن عيادة خدمات النوم. صبحك الله بالخير دكتور حسان. صباح الخير، أهلا وسهلا. هلا دكتور. دكتور، طبعا من اسم العيادة اسم يجذب صراحة، أكيد، وخاصة اسم مميز. صحيح. طبعا ما بتنفتح عيادة للنوم نقول إلا لي كبر أهمية هذا الموضوع. الشيء الموضوع، وفي ناس وايد يمكن عندهم مشاكل كثيرة في هذا الموضوع، فعشان كذي يعني حابين نتعرف أكثر عن عيادة النوم بالتفصيل وعن النوم كذلك يعني وشو أهميته. تماما. نحن بتعرفي عادة بننام تقريبا 8 ساعات ل 9 ساعات. صحيح. وإذا ما عندنا نوم مثالي، بالتالي أنا اليوم اللي بعده راح يكون في عندي نوع من الصعوبة، هي أما صعوبة تركيز أو تعب. صحيح. أو خمول. فالنوم أساس لكل المخلوقات البشرية. نعم. بشكل عام. فعيادة اضطرابات النوم بدأتها هيئة صحة دبي تقريبا من 12 سنة لأهمية الموضوع. صحيح. فبدأنا بالمركز، بأول شيء فتحنا مركز اختبارات النوم. نعم. ومن 4 سنوات فتحنا عيادة رسمية. العيادة مؤلفة من عدة أقسام. القسم الأول هو التشخيص أو القصة السريرية، فالمريض أي مريض يعاني من اضطرابات النوم، بينام لفترة طويلة. نعم. بينام بحس حاله تعبان. نعم. ما بيحسن ينام، أو بعد ما ينام رح يفيق. فنحن في تصنيف تقريبا 70-80 نوع من أمراض النوم. نعم. ممكن يعني لتبسيطا نقول مثلا الأرق اللي هو قلة ساعات النوم. نعم. أو زيادة ساعات النوم، أو أحيانا اضطراب ساعة البيولوجية، النوم بساعات الغلط. صحيح. أو ممكن أحيانا اضطرابات النوم عند المراهقين أو عند الأطفال، الحديث أثناء النوم أو الصراخ، أو أحيانا الأحلام المزعجة. صحيح. ففي أنواع كثيرة من اضطرابات النوم. فالقسم الأول نحن بالعيادة اضطرابات النوم لازم نأخذ القصة السريرية بشكل تفصيلي. نعم. هذا القسم الأول. القسم الثاني اللي هو التشخيص الدقيق لحالة اضطرابات النوم. فمثلا إجا مريض عم عنده نوع من الشخير، تعب،
تعب عند الاستيقاظ، بيحس حاله تعبان، بينعس بالنهار، فمنشك بحالة انقطاع تنفس أثناء النوم. نعم. فلازم نشخصها. فطريقة التشخيص ممكن تكون عن طريق مخبر النوم، ولذلك في عنا نحن قسم تاني اسمه مخبر النوم. وقت عم نحكي عن مخبر النوم عم نحكي عن اختبار للنوم. إيش هو اختبار النوم؟ اختبار النوم هي أنا بدي أشوف كيف نوم المريض بشكل عام. نعم. وهل في حالة مرضية أثناء النوم ولا لا؟ كيف بيتم هالشيء؟ لازم أنا أدرس التغيرات الفيزيولوجية أثناء نوم هذا المريض. مثلا إشي صار بخلايا الدماغ، دخل نوم عميق ولا لا؟ نعم. صار نقص بالأكسجين ولا لا؟ عم بيتنفس بشكل مثالي؟ صار تسرع قلبه ولا لا؟ فكل هالمؤشرات الفيزيولوجية لازم تندرس، وهذا هو الفكرة اللي هي اختبار النوم، اللي هو مخبر النوم. هو مخبر النوم، لأن حتى الاسم شوية الواحد حاب يعرف أكثر عن مميز هذا النوع الاختبار، وكيف الواحد يختبره ويختبر نوم الشخص. فهي عمليا كأني أنا عندي غرفة أوتيل. نعم. بده يجي المريض الساعة 8-9 مساء. نعم. وهذا اللي بيصير بهي صحة دبي، بيجي على مستشفى راشد، في عنا غرفتين خاصات، ما بيحس، ما في لا ممرضة ولا في مرضى حواليه، كأني جاي على أوتيل تماما. نعم. ونسق المفروشات الموجودة فيها تناسب غرفة الأوتيل. فبيجي المريض وبيتم استقباله بالبداية ومراجعة القصة السريرية. نعم. بعدين بيتم وصله على بعض الأسلاك لدراسة التغيرات الفيزيولوجية. نعم. مثلا بنحط أسلاك حوالين الدماغ لنشوف موجات الدماغ، ميكروفون عند الرقبة لنشوف مثلا شدة الشخير، حزام عند الصدر والبطن لنشوف تنفس المريض أثناء الدراسة. نعم. مثل كيف نعمل نحن اختبارات النبض ونقيس الأكسجين، بلس أوكسيمتري هو بيقيس لنا كيف نسبة الأكسجين والنبض، ونطلب. نعم. المريض وقت بيحس حاله نعسان ينام. بعد ما هو نايم طبعا غرفة خاصة ما في عنده حدا بالغرفة، بيتم تسجيل كل هالتغيرات الفيزيولوجية، ومنقيمها بعد تاني يوم صباحا بيروح مثلا على عمله، بيروح على بيته، يعني صباحا يوم واحد بس. ايوه تشيك اوت يعني بس ينام ويروح تماماً. اليوم الثاني فمنقيم الموجودات وبناء عليه نوصل للتشخيص الدقيق. نعم. هذا مختبر النوم. بس مختبر النوم فيه له اقسام كمان. مثلا اذا اجى مريض قال انا ما بحسن انام عندكم بالمستشفى، ممكن. نعم. اسوي عنا في البيت؟ ممكن. ممتاز. فممكن يجي على البيت على المستشفى، نجهز له كل هالتركيبات ويروح ينام ببيته. قال أنا ما رح أجي على المستشفى، ممكن تبعتوا لي حد اللي عندي على البيت يساوي لي الاختبار؟ ممكن. فنحن ممكن نبعت التكنيشن مع الأجهزة ويركب له إياهم في البيت، وما بيبقى في البيت، بعد ما يركبهم ممكن يغادر. صح. بس موجود التكنيشن، إذا صار أي مشكلة أو أي شيء التكنيشن موجود ليستجيب بأي وقت. شيء جدا جميل كذلك. لأن في ناس كثيرة أول ليلة في مكان ثاني ما تنام. طبعا وهي علميا اسمها first night effect، التأثير من الليلة الأولى. صح. يعني ما يحس أنه نام أو نايم مرتاح أو أكيد. أي. وفي عنا لسه قسم ثالث اللي هو ما بيريد كل هالأسلاك تتركب. صح. اللي هي بورتابل، بتلاقي عبارة عن جهاز صغير قد ربع الموبايل. نعم. عمليا موصول ببلس أوكسيمتري مع سنسر اللي هو بحساس للتنفس المريض، فممكن نعطيه للمريض ونقول له وقت بدك تنام ركبه لهذا الجهاز. نعم. ففي عنا عدة طرق من إجراء اختبارات النوم. ممكن. هاي إذا كنا عم ندور على موضوع الشخير وبطء التنفس. نعم. طبعا في عنا أقسام تانية كمان بالقسم المخبر اللي هي للتشخيص الحالات اللي عنده النعاس زايد بشكل عام. أيوة. يحسون أن في نعاس أكثر، عم بيناموا أكثر من 9 ساعات 10 ساعات، هدول بنسوي لهم الاختبار بالليل وبالنهار، تقريبا 24 ساعة دراسة متواصلة للنوم نفسه. تماما. فبنفيقهم الساعة 6-7 صباحا. نعم. نقول أوكي أنتوا عم تقولوا لنا أنتوا نعسانين على سبيل المثال، عم بتناموا بالجامعة الساعة 9-10، طيب الساعة 9 صباحا بالمستشفى بنقول لهم أوكي هي تلت ساعة نطفي الأضوية وناموا لنشوف سرعة نومهم، وإذا ناموا بنفيقهم. أيوة. بعد ساعتين ثلاثة بنرجع نقول لهم ناموا. فعدة محاولات هي نسميها multiple sleep latency test، أو المحاولات. نعم. للنوم أثناء النهار بنشوف قديش سرعة نومهم، في كسل خلايا دماغية عم بتساوي هالنعاس ولا لا. نعم. وهذا بيساعدنا نميز إنه حالة النعاس هل هي مرضية أسباب نفسية ولا أسباب عضوية. ولا أسباب عضوية يعني سبب الأسباب هذه النوم. ولسه في عنا أقسام ثالثة اللي هي مثل اسمه أكتيغراف. الأكتيغراف هو مثل ساعة، مثل الأجهزة الحديثة اللي بيلبسوها كثير من الشباب إنه. نعم. اللي يشوفوا جودة النوم. نعم. فهي كان سنس كيف جودة النوم وحركة المريض، وبنفس الوقت بتحس انه المريض كان شاعل الضوء بغرفة النوم عم بيحاول ينام ولا لا. نعم. حاطط الموبايل، حتى يعني عندها حساس خاص للإضاءة.
هاي نسميها أكتيغراف. مي. ففي مخبر النوم مؤلف من أجزاء متعددة بتساعدنا للوصول للتشخيص الدقيق. والتشخيص كذلك يعني أشياء كثيرة ذكرتها دكتور. قبل ما نرجع لنفس الموضوع في الأسئلة ابتدت ما شاء الله تورد أكيد. خلال الرسائل النصية في رسالة وصلت تقول الوالدة عمرها 65 ومريضة بالسكر والقلب. نعم. تنام ساعتين ليلا وساعة بالنهار. نعم. وباقي الوقت تتعب لأنها ما تحس خذت وقت كافي من النوم. كيف ناخذ لها موعد تشخيص في العيادة؟ أيوة، فنحن بدأنا العيادة أمراض النوم كل خميس. نعم. في مستشفى راشد. يعني الحمد لله مع التوعية اللي نشرناها بخلال كل هالسنوات صار عنا ضغط شديد جدا، فبدأنا نفتح حتى استقبال للمرضى بعيادة أمراض الصدرية. نعم. فممكن أي مريض عنده اضطراب النوم. نعم. يجي يا على عيادة الخميس يأخذ. نعم. الموعد صباحا بالصبح لساعة تقريبا واحدة، تقريبا منشوف 20-30 مريض. نعم. أو نهار الاثنين أو الأربعة اللي هي عيادات الصدرية. عيادات الصدرية ليتم التقييم ونطلب له الاختبار المناسب. بعد. يحتاج تحويل دكتور يعني يكونون في العيادات؟ معظم الحالات تحتاج تحويل. تحتاج تحويل يعني يفضل تروحين عند دكتورك أو الدكتور اللي يتابع لعيادتك اللي تابعين فيها طبيب الأسرة ويحولك على عيادة النوم أو عيادة الصدرية. على سبيل المثال السؤال اللي إجاك. نعم. إحنا ممكن يكون أنا عندي سكري لا سمح الله. صحيح. وبحتاج في عدة مرات بالليل لأذهب للحمام. صح. فبالتالي رح يضطرب نومي، بس مو المشكلة لأنه أنا عندي اضطراب نوم، وإنما لأنه السكري غير متحكم فيه السبب. ولذلك. نعم. ننصح أنه لازم ينشافوا من طبيبنا العام ويتأكد أنه مثلا تحكمنا نحن بالسكري. نعم. تحكمنا بالضغط بس لسه نعاني من أرق، من اضطرابات. هي الحالات اللي لازم نشوفها تتحول للعيادة. نعم. وهيئة صحة دبي بصراحة هذا أول عيادة في مدينة دبي بهالشكل المتكامل. الحمد لله. بتلاحظي في بعض المشافي الأخرى مثلا في عندهم عيادة ضمن عيادة الأمراض العصبية. نعم. بيشوفوا حالات مثلا الصداع. نعم. إلى جزء من اضطرابات النوم، صدرية مع اختناقات النوم. صحيح. مثلا النفسية مع الأرق. بس هيئة صحة دبي حاولنا أنه هي العيادة تكون مميزة ومتكاملة مع أفضل الأجهزة الموجودة عالميا موجودة فيها. دكتور شو أكثر اضطرابات النوم اللي تشوفونها في العيادة أو حتى الأكثر شيوعا؟ الأكثر شيوعا هي تقريبا الأرق بصراحة. نعم. ما في مريض 30-40% من الناس عندهم نوع من الأرق الإنسومنيا، سواء أرق هني سببوه بنفسهم. نعم. مثلا المراهقين اللي بطلاب الجامعة لازم يدرسوا، فعندهم 24 ساعة لازم. صح. يقسموها بين الدراسة وبين النوم وبين الأكل وبين الحياة الاجتماعية، فإذا بتناقصهم ساعات من 24 إيش بنساوي؟ بيناموا أقل. صح. فعم بياخدوا ساعات النوم ليوزعوها لأماكن أخرى. صحيح. فبينقص عن بصير عندنا هذا نسميه sleep deprivation اللي هو نقص ساعات النوم. نعم. يعني تدريس الناس إنه good sleep hygiene أهمية النوم المثالي. صحيح. رح يحل هالمشكلة. صحيح. هذا الأكثر شيوعا، بس اللي منشوفه نحن بالعيادة أكثر شيوعا هي الشخير والتعب والاستيقاظ صباحا بدون يعني ريفرشمنت، بنحس لسه في تعب عام، نعاس، صداع صباحي، جفاف في الفم، كل هالحالات اللي هي سليب ابنيا. والبريفالنس يعني قديش نسبه الحاله الموجوده عالميا، معروف انه ممكن نتنبا ان الحاله موجوده ب 20% من البوبوليشن. صحيح. يعني كل 4-5 أشخاص عدد كبير واحد عنده هالمشكلة. عدد كبير. وللأسف نحن نعتبره يعني نوع من المزح مثلا. صح. أو مريض فلان عم بيشخر ناقضة مزحة. هي. شخرك رهيب. صحيح. بس الشخير قد يكون واي. أول علامة أنه الحالة موجودة. طبعا موضوعنا شيق دكتور، ما بتكفينا هاي الفقرة، بنحتاج نضيفها كذلك. أكيد. في فقرتنا الثانية اللي الله. هي بعد الفاصل إن شاء الله بنستمر مع دكتور حسان الحريري بنفس الموضوع بعد الفاصل إن شاء الله، وكذلك بعد الفاصل عندنا مداخلة ومقابلة مباشرة من ملتقى أصدقاء مرضى الزهايمر على الهواء مباشرة إن شاء الله مع دكتورة سلوى السويدي. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل ويانا 6005514414، الرسائل النصية على 4006
حتى الحين بنواصل إن شاء الله مع دكتور حسان الحريري بخصوص خدمات عيادة النوم، ونتكلم بعد كذلك عن اضطرابات النوم. دكتور، تكلمنا عن اضطرابات النوم الأكثر شيوعاً. نعم. واضطرابات النوم اللي أنتوا تشوفونها كذلك في العيادة. طبعاً في سؤال دائماً يتكرر، اللي هو كيف يمكن نتغلب على اضطرابات النوم خاصة بعد الإجازات أو الإجازات الصيفية؟ أكيد. هلأ نحن الله سبحانه وتعالى خلقنا حاطت جوات دماغنا ساعة بيولوجية. صحيح. دراسات العلمية كلها أثبتت أنه هالساعة البيولوجية عبارة عن 24 ساعة وربع. نعم. والساعة الضوئية نحن عادة باليوم 24 ساعة. صحيح. ففي فرق ربع ساعة. 15 دقيقة بعد. 15 دقيقة. فما بنعرف ليش السبب هيك. سبحان الله. بس كيف اكتشفوا؟ دخلوا مجموعة من الناس ضمن مغارات. بدون ما يشوفوا إضاءة. نعم. ويسألون أنه هلأ قديش برأيك الساعة؟ قديش مثلا هلأ سبعة؟ بعدين قالوا أنه الساعة سبعة كانت عبارة عن سبعة وربع. صحيح. فاكتشفوا المدة الحقيقية بعد 30 يوم بوجودهم بعيدا عن الضوء، اضطربت الساعة البيولوجية 100%. خربت. سبحان الله. فالساعة البيولوجية أهم شيء في حياتنا ونومنا. والساعة البيولوجية منسقة، بتعرف قيمة الضوء وقيمة المساء. نعم. وبتساهم بالإشراف المباشر على إفرازات الهرمون بالجسم كله. سبحان سواء الله. سواء الميلاتونين اللي بده ينفرز بالليل الساعة 2، الكورتيزون اللي بده ينفرز الساعة 5 صباحا. فنحن للأسف إجازاتنا الصيفية إيش منساوي؟ نقلب ساعات النوم. صح. منساوي الليل نهار والنهار ليل، فبتضطرب الساعة البيولوجية. وبعدها تخلصت الإجازة والطلاب لازم يرجعوا على المدارس. صحيح. أهم شغلة إنه نرجع الساعة البيولوجية للشكل المثالي، خاصة بعد رمضان. يعني ناس وايد تشتكي من هاي المشكلة. أكيد. وبرمضان لازم نبدأ تصليح الساعة البيولوجية يمكن بفترة العيد. صحيح. لأنه في التزامات دينية مثلا معينة. صحيح. فما حدا بحسن يغيرها، عندهم التزامات معينة، بس بعد بفترة العيد لازم يبدأ تعديل الساعة البيولوجية. صحيح. ومن سنتين رمضان سبحان الله يكون في إجازة الصيف. إيه. فيعني الاثنين في واحد. تصير حالة مفاقمة أكثر. سبحان الله. فهلأ بالنسبة للنصائح لطلاب الجامعة وطلاب المدارس. نعم. بشكل عام يكون قدر الإمكان ما يصير اضطراب الساعة البيولوجية بخلال فترة العطل الويك إند. نعم. اللي هي السبت والجمعة والسبت. ليش؟ الطلاب عم بيفيقوا الساعة 6 صباحا ليروحوا على المدارس. صحيح. بيناموا يمكن 5-6 ساعات بخلال الأيام العادية. صح. بيجي نهار الجمعة بيناموا 10 ساعات. صح. هذا مو غلط ولا نوع مرضي، وإنما حاجة الجسم لابد أنه يتم تأمينه. نعم. فبيناموا عدد ساعات زيادة، بس بننصح قدر الإمكان أنه مثلا بينام ساعة الجمعة ما تساوي للساعة 12 وحدة. حاول أوكي ساعتين ثلاثة زيادة، ساعتين ثلاثة زيادة نهار السبت، عوض النقص النوم. بس حاول أن الساعة البيولوجية الاستيقاظك الجمعة والسبت يكون مشابه للأيام العادية. نعم. فرقم واحد، الاستيقاظ بوقت محدد من أهم شيء ليساعد الساعة البيولوجية، خاصة بعد العطل والإجازات. ممتاز. التعرض للضوء الصباحي أهم شيء. الضوء هو أهم محرض ومنسق للساعة البيولوجية. ممتاز. أيوة. خاصة الضوء الصباحي. سبحان الله. فلما أنا بطلع صباحا وبحط نظارات شمسية وبسوق السيارة وما بتعرض للضوء، ما رح أحس أنه بدأ النهار الصباحي. صح. فالضوء الصباحي أساسي، وتجنب الضوء المسائي، لأنه الضوء المسائي إيش بيساوي؟ بيثبت إفراز الميلاتونين، بعكس لي الساعة البيولوجية. بحس أني أنا كأنا فأنا لما بمسك الموبايل قبل ما أروح السرير. نعم. ولا بتفرج على شاشة الكمبيوتر ولا عندي إضاءة عالية جدا. صحيح. في البيت أنا عم بنقص إفراز الميلاتونين قبل النوم. الله. فبالتالي ممكن يكون هون المشكلة، أنه كتير من الأشخاص بفيقوا تعبانين، بس لما نأخذ القصة السرية منلاحظ أنه يمكن عم بيقضوا 3-4 ساعات على الموبايل مساء. صح. وأول ما بفيقوا لو بدون يروحوا لأي سبب على الحمام ليشربوا كاسة مي بيمسك هالموبايل ليشوفوا إيش في مسجات جديدة. صحيح. فبيهم أكثر شيء لحتى النصائح أنه يكون النوم المثالي، مسميه good sleep hygiene، اللي هو اتباع الإرشادات الصحيحة السليمة للجسم. نعم. اللي هي مثل ما ذكرنا استيقاظ بوقت معين، تجنب الضوء المسائي. صحيح. تعرض الضوء الصباحي. صحيح. الرياضة من أهم العوامل. ممتاز. هلأ بنرجع كيف نعدل 24 ساعة وربع لل 24 ساعة. بيجي هون بسميه نحن الزايت كيبر. إيش هي الزايت كيبر؟ هي منبهات خارجية بترجع بتذكرنا نحن كبشر إنه الساعة هلأ مثلاً بيخلص دوام الموظف مثلاً الساعة 4. نعم. فأنا وقت خلص دوامي لحالي زبطت ساعتي البيولوجية إنه هلأ الساعة 4 بعد. نعم. الظهر لازم أوصل الأولاد على المدرسة الساعة 7 صباحاً. فهل منبهات الخارجية
اللي إلى أوقات معينة في حياتي الروتينية ترجع بتعيد ساعتي البيولوجية للوقت المثالي هو 24 ساعة. سبحان الله. طبعا موضوعنا دكتور شيق وصراحة حلقة واحدة ما بتكفي، إن شاء الله بنرجع في حلقات ثانية إن شاء الله نتكلم عن الموضوع أكثر وأكثر. بس وردني سؤال دكتور قبل ما نختم معك، اللي هو دائما تلجؤون إلى استخدام الأدوية في اضطرابات النوم؟ وليس في عيادة اضطرابات النوم بصراحة. نحن في عيادة اضطرابات النوم بخلال يمكن السنة والنص الماضية ما وصفنا أي وصفة رسمية. ليش؟ إلا للحالات الضرورية والمشخصة بشكل دقيق، لأنه العلاج اللي بيعتمد فورا على المنومات للأرق هذا عبارة عن بيأذي نفسه عمليا. صحيح. لأنه الأرق لازم نعرف إيش أسبابه وعلاجه قبل ما نلجأ للحبوب، لأنه الأدوية ممكن تساوي نوع من يعني الإدمان لا سمح الله، أو يصير جسم ما بيستجيب إلى بشكل رئيسي. فنحن لا نلجأ للأدوية ولكن نلجأ لأجهزة طبية خاصة في مثلا انقطاع التنفس أثناء النوم شخير، نحاول نفتح مجرى الهواء ليوصل الأكسجين، فعبارة عن أجهزة طبية أكثر من أدوية. أدوية دكتور. طبعا فقرتنا كانت جدا شيقة والأسئلة كذلك، إن شاء الله بنرجع وياك في حلقات قادمة إن شاء الله في مستقبلا، إن شاء الله نتكلم عن الموضوع بتفصيل أكثر وأكثر إن شاء الله. دكتور حسان حريري رئيس قسم مختبر النوم برنامج أبحاث النوم في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. إن شاء الله. شكرا لك دكتور. مستمعينا هذه كانت فقرتنا بخصوص خدمات عيادة النوم. عندنا الفقرة الجاية إن شاء الله بعد كذا ذلك جدا مميزة بنتكلم فيها وتكون ويانا في مقابلة مباشرة من ملتقى أصدقاء مرضى الزهايمر، ويانا الدكتورة سلوى السويدي استشاري ومدير مركز سعادة كبار المواطنين في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتورة سلوى. صباح النور دكتوره. اهلا، يعطيكم الف عافيه. اليوم عندنا الملتقى، ملتقى أصدقاء مرضى الزهايمر. يس. نعم دكتورة، ممكن تعطينا فكرة عن الملتقى وشو أفعاله وكيف تفاعل الجمهور اليوم في الملتقى وياكم؟ أوكي. طبعا ملتقى أصدقاء مرضى الزهايمر يقام في مركز سعادة كبار المواطنين اليوم، نعم، بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر اللي يصادف 21 من سبتمبر من كل سنة. نعم. هذا الملتقى احنا من سنة 2013 تم إطلاقه بهدف زيادة الوعي لدى الجمهور عن مرض الزهايمر، إزالة المفاهيم الخاطئة لدى بعض أفراد المجتمع عن هذا المرض. صحيح. وفي نفس الوقت نحاول نحن نجمع الأهالي المرضى المصابين بالمرض ونعطيهم فرصة أنهم يتعلمون من بعض عن طريق مشاركة أو تبادل خبرات وتجاربهم. ممتاز. الملتقى نسويه بشكل مستمر مرتين في السنة في مركز سعادة كبار المواطنين، كل مرة نحاول أن الأجندة تكون مختلفة. نعم. ونقدم نشرح المرض من وجهة نظر مختلفة، يعني من وجهة نظر الطبيب، من وجهة نظر الممرض، شو التحديات اللي يواجهها، شو دور العلاج الطبيعي، شو دور التغذية، الأمور المختلفة بشكل متكامل يتكلم عن المرض. ممتاز. ودكتورة نعم، كيف تفاعل الجمهور اليوم معاكم في الملتقى؟ جدا جميل. عندنا كبار السن اللي حاضرين، عندنا مرضى من يعني مرضى الزهايمر اكشلي حاضرين، هذا وجودهم وايد مهم بالنسبه لنا. صحيح. احنا واحده من الشغلات اللي 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 دائما نعتمد عليها ونقول ان هي من انواع الوقايه او من اساليب الوقايه اللي هي تنفع، ان المريض يكون عنده علاقات اجتماعيه، يكون عنده نشاط اجتماعي. لما المريض يطلع من بيته ويحضر فعاليه مثل هذه ويسمع لمرض الزهايمر حتى لو كان هو مصاب، هاي الأمور إحنا نعتبرها يعني نعتبر هذا الشيء وايد صحي. صحيح. يعني مثلا ممكن ناس تقول لنا ليش يبي مرض الزهايمر، ممكن ما يفهمون اللي أنتوا تقولونه. لا، إحنا دائما نعتمد على أصلا يعني ما في علاج لمرض الزهايمر، نعتمد على سبورت العائلة، دعم العائلة للمريض. صحيح. وإن المريض نفسه يكون يعني نوعا ما في مراحل المتقدمة ممكن يفهم المرض. صح. وعندنا مرضى يعني في مراحل متقدمة من المرض، يعني أنا أول ما ابتديت اليوم قلت منو عنده زهايمر، يعني في أكثر من واحد رفع إيده لأنه شخصوه، وهذا الشيء راح نشوفه في الجينيريشن الجديد أو في الجيل الحالي. نعم. أو يعني اللي حين بعمر الستين متعلمين عارفين يقدرون يستوعبون أن في عندهم مشكلة في الذاكرة، يقدر المريض يقول أنا عندي بداية زهايمر،
يعني غير عن الجيل السابق اللي المريض ممكن ما يعرف what's going on وبعدين يتم تشخيصه بعد فترة متأخرة. صحيح عرفتي؟ صحيح فإشراك المرضى المصابين هذا بالنسبة لنا شيء وايد مهم. صحيح، وهاي النقطة مهمة جدا دكتورة، يعني شكرا انك طبعا ذكرتيها، لان يمكن ما تخطر على بال ناس كثيرة، بس صح صحيح يعني نفس ما قلتي الحين يمكن الناس تعرف بيعرف من البداية اذا هو عند المرض او لا، صح يعني بس الجيل السابق او قبل يمكن الشخص ليه ما تتفاقم حالته وبعدين بيكتشف ان عنده وكل حد الزهايمر. بيقول سابقا كانوا يقولون اوكي نسيان بسبب العمر، الحين صاروا الناس عندهم وعي اكثر، صار الشخص اللي مثلا في نهاية الخمسينات بداية الستينات يبتدي يصير عنده مشاكل في الميموري أو في الذاكرة، نعم ويحس إن هذه المشاكل لا مش طبيعية، يعني صارت تتأثر على حياتي، المفروض إنه هو يتوجه للدكتور ويتم تشخيصه بشكل صحيح، لأنه يفرق جدا التشخيص المبكر من ناحية من عدة نواحي، من ناحية إنه أزيد الوعي، نفهمه شو المرض، ممكن نبتدي له بعض الأدوية اللي تساعد على إبطاء تدهور المرض، هالأمور نعم كلها ما رح نقدر نسويها في مرحلة متأخرة. صحيح صحيح دكتورة، شو أبرز المحاور اللي ناقشتوها وبتناقشونها خلال الملتقى اليوم إن شاء الله؟ أوكي. أنا ابتديت المحاضرة أبديت أباوت الألزهايمر، أو يعني شو الجديد في مرض الزهايمر، وأكشلي مثل مراجعة شو هو المرض، شو أعراضه، شو المراحل اللي يمر فيها المريض، كيف علاجه، وشو طرق الوقاية. وكان في تفاعل جدا جميل من الشواب ومن من الحضور. ممتاز. حاليا يتكلم أخصائي العلاج الطبيعي عن التحديات اللي تواجه القائم بالرعاية، هذا شيء وايد مهم. صحيح. كثير قبل بحد ذاته عنده ستريس أو عنده صح. تحديات وصعوبات المفروض إن إحنا بعد ننتبه لها، لأن أكثر شخص يعاني مع مريض الزهايمر هو الشخص اللي يعتني فيه. صح. راح يتكلم قسم التمريض عن الرعاية التمريضية لمريض الزهايمر، شو أهم الأشياء اللي المفروض أنهم ينتبهون لها في الشخص اللي يقدم الرعاية. نعم. راح يتكلم أخصائي العلاج الطبيعي عن دور الرياضة والعلاج الطبيعي في رعاية مريض الزهايمر، وآخر شيء راح تتكلم عندنا دايتشن أو أخصائية التغذية عن الأكل الصحي اللي المفروض أن المريض يتناوله، أو الأكلات اللي المفروض يبتعد عنها، والأكلات اللي ممكن تساعد في الوقاية. ممتاز. والجميل أن شيء تكاملي كامل، ما ركزتوا بس بالضبط على المرض، على العلاج الطبيعي. بالضبط. والجميل بالضبط. صراحة دكتورة يعني تركيزكم ما بس على المريض، تركيزكم كذلك على الشخص القائم برعاية كيرجيفر. المريض، تركيزنا على الأهالي والكوميونتي والمجتمع أنه يفهم المرض، لأن في معتقدات وايد خاطئة عن المرض، وفي في فكرة سلبية عن المرض، في ناس تستحي تقول أنا عندي مريض عنده زهايمر، دائما تقول والله الناس في شيء، لا أقول أن أبوي مخرف أو أمي مخرفة أو عندها زهايمر، هالأمور يعني مع الوقت المفروض أنه خلاص تنشال، لأن زهايمر إز مرض. صح. مرض يعني حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية في 2018 في 50 مليون مصاب على مستوى العالم، وعدد كبير متوقع. أي متوقع أن يوصل 80 أو 82 مليون مصاب في سنة 2030، و 152 مليون مصاب على مستوى العالم في 2050. نعم. فصار الموضوع مرض من الأمراض المزمنة اللي غصبا عنا لازم نتعايش وياها ولازم نفهمها. نعم. في إحصائية بعد المنظمة الصحة العالمية تقول أن في مريض يصاب بالمرض كل 3 ثواني، every 3 seconds، يعني فمعناته احنا قاعد نتكلم كبير عن اي مرض very common، منتشر وموجود، مو انه هو من الامراض النادره. صحيح. فالمفروض ان احنا نفهمه ونكون مستعدين حقه. ونفس ما قلتي الحين انت بس سالتي سؤال، منو الشخص اللي عنده مرض الزهايمر؟ ف وايد هي يعني صح دينو يعني عرفوا، يعني هذا دليل بعد كذلك ان ما اقول لك كانتشار سريع بس يعني كومن، يعني موجود اي وان صار في يعني فهم لدى حتى الاطباء وصاروا يشخصونه. صحيح. يعني قبل ممكن يمر مثلا مريض الزهايمر يروح لعياده عند التهاب في الرئه وما حد ينتبه إنه يشيك له قدراته المعرفية أو قدراته الذهنية، الحين صاروا الناس لا الأطباء ينتبهون لهذا الموضوع، وخاصة أطباء طب المسنين، لأن طبيب المسن المفروض إنه هو ينظر للمريض نظرة شمولية أو صحيح. تكاملية، مو المفروض إنه أشوف بس المشكلة اللي يشتكي منها المريض، المفروض إنه أنا أشيك الفانكشن، قدرة المريض على أداء وظائف الحياتية اليومية،
الحالة المزاجية، عند اكتئاب، ما عند اكتئاب، عند خرف، القدرات الذهنية. صحيح. الأمور كلها مهمة. صحيح. دكتورة، تكلمنا عن مرض الزهايمر وعن الملتقى اليوم، حابين نتعرف أكثر عن الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي لمرضى الزهايمر. أوكي. طبعا هيئة الصحة بدبي متمثلة بمركز سعادة كبار المواطنين اللي هو دار إقامة طويلة الأمد للمرضى، في عدد كبير من اللي في للمرضى اللي هم مستوفين شروط الإدخال. في عدد كبير من المرضى اللي عندنا عندهم مرض الزهايمر. نعم. احنا مرات حتى نستقبل حالات لإقامة مؤقتة. نعم. في حالة مثلا مريض زهايمر، الأهل مو قادرين، صار مثلا نوعا ما عنيف، نبغي نبتديله على علاج ونخليه يعني تحت إشراف طبي، ممكن ندخل المريض عندنا فترة مؤقتة، إقامة مؤقتة. احنا المركز يشتغل كرعاية نهارية، عندنا مرضى وايد من مرضى الزهايمر يجونا فترة النهار علشان السوشيال انجيجمنت او الـ او الـ او الـ الاجتماعية الانشطة الاجتماعية والعلاج الطبيعي. يعني ما نقول لا مريض زهايمر لا ما بنسوي له علاج طبيعي، بالعكس عندنا عدد كبير من مراجعين الخارجيين اللي عندهم مشاكل في الذاكرة ومرض زهايمر لكنهم مستمرين على العلاج الطبيعي، واحنا نشوف تأثير هذا الشيء عليهم. ممتاز. عندنا أيضا شعبة كبار السن في هيئة الصحة بدبي، عندها عيادة مرتين في الشهر في عيادة الذاكرة. نعم. مرتين في الشهر في مركز الممزر الصحي. نعم. وفي طبعا خدمة الزيارات المنزلية لمرضى الزهايمر اللي في بيوتهم اللي حالتهم ما تسمح أن الأهل يجيبونهم للعيادة، هذيل المرضى الدكاترة مع تيم متكامل يمرون يزورونهم. ممتاز. يعني خدمات شاملة شمولية حتى للأشخاص اللي ما بقادرين يوصلون أو يعني يقدرون ينتقلون للمراكز الصحية. دكتورة سلوى، كلمة أخيرة توجهينها لمستمعين الكرام. أنا حابة الناس تفهم أكثر هذا المرض. نعم. لأن وما تستحي من أن يكون عندها مريض. يعني أنا وايد أستانس لما أشوف الأجانب أوكي يطلعون مرضاهم وياهم، يأخذونهم برا سوشيال أوتينج، زيارات اجتماعية، يعاملون المريض بإنسانية. مثلا مريض عنده هوايات معينة حتى لو كان عنده زهايمر، لاحظوا أن ممارسة الهوايات هذه ممكن تشغل المريض وتخليه أهدى، مثل صحيح. الموسيقى، التلوين، هالأمور أنا حابة يعني لو حد عنده مريض مصاب بمرض زهايمر خلي يحاول أنه هو يعالجه بأمور مختلفة، ما يعالجه لكن يعني to manage him أو to control حالته عن طريق العطور، الصور القديمة، يحاول أنه هو يحفز ذاكرته، التعامل الجميل معهم، احتواء المريض، بيني للمريض أنك تحبينه وأنك مو مستحية من حالته وأنك ممكن تحطينه على ويلشير وتطلعينه معه بحر، ميوزيم، أي مكان. هذا الشيء اللي أنا أتمنى أنه هو يصير. عندنا للأسف بعض الأهالي يستحون من المريض، ممكن حتى ما يطلعونه للناس، وهذا شيء غير إنساني. ونفس ما ذكرتي هالنقطة هذه دكتورة. دكتورة بالضبط. أتهمنا الوقت ونتمنى لكم كل التوفيق اليوم في ملتقى أصدقاء مرضى الزهايمر، موفقين إن شاء الله، والمواضيع اللي طرحتيها جدا مهمة سواء للمريض نفسه أو الكير جيفر اللي يراعي حالة المريض اللي هو يتابع حالته. دكتورة سلوى السويدي، استشاري ومدير مركز سعادة كبار مواطنين في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا دكتورة. شكرا. مستمعينا الأعزاء، وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج صحة وسعادة. أشكر فريق العمل وياي في الإعداد نور نزال، في التنسيق ميرا المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل، ومحدثتكم دكتورة عاش البسطي. إن شاء الله باكر وياكم في نفس الموعد على الساعة 10 الصبح، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.